وزارة الداخلية تستعد لاستلام الملف الأمني في عموم الأنبار بعد الاستقرار الذي تشهده المحافظة. بعد 9 سنوات من تواجد قيادة العمليات المشتركة في قضاء الفلوجة، تسلمت قيادة الشرطة المحافظة الملف الأمني للقضاء بعد الجهود الكبيرة من قبل شرطة المدينة في بسط سيطرتها وفرض القانون على القضاء. حنين كأهالي محافظة الأنبار باستلام الملف الأمني بمدينة الفلوجة الأيام الجاية، خصوصا أنه اليوم مدن الأنبار كلها تعم بالأمن والأمان. نتأمل بالأيام القادمة إن شاء الله يتم تسليم الملف الأمني للشرطة المحلية في عموم محافظة الأنبار. أكيد هذا الإجراء راح يخفف على جيشنا، راح يكون مساحة للجيش لحماية صحراء الأنبار. هذا الموضوع راح أيضا يدع اطمئنانية للمواطن الأنباري، خصوصا أنه اليوم الشرطة المحلية أصبح لديها الوعي الكبير في التعامل مع المواطن، في التعامل مع القضايا الأمنية اللي داخل المدن. وهذا الشيء أيضا راح يخفف من عسكرة المدن ويحسس المواطن بالأمن المستتب إن شاء الله. إشادات شعبية من الأنبار بعد هذه الخطوة، آملين أن تستلم وزارة الداخلية الملف الأمني بشكل عام في جميع أقضية المحافظة. اليوم استلام الملف الأمني في قضاء الفلوجة يعتبر خطوة إيجابية وخطوة كبيرة جدا، وتحسب إلى الحكومة المحلية والحكومة المركزية. احنا اليوم بعد استرداد الأمن واستقرار المحافظة أمنيا، نشهد يعني أنه بدت يعني حركة أمنية ملحوظة داخل المحافظة. كانت أولها أنه تسليم الملف الأمني، نتأمل خير أنه يستلم الملف الأمني إلى محافظة الأنبار، مركز الأنبار، كذلك إلى القوات الأمنية محافظة الأنبار. أرحب بزيارة السيد وزير الداخلية المحافظة واستلام الملف الأمني إلى قيادة الشرطة. بدأنا بالفلوجة، وإن شاء الله بالمستقبل راح تستلم محافظة الأنبار، وهذا ترحيب وعمل جيد، لأن حتى نخلص من عسكرة الجيش بالمدن وبالسيطرات وبغيرها وبغيرها. بس إذا استلم الملف الأمني الشرطة، لا نقدر يصير المواطن يتعاون ويا الشرطة ويا الجهات الأمنية، كنا نساعدهم ونرحب به بأكثر الترحيب بهذا القرار. وتؤكد وزارة الداخلية أن ما تبقى من مدن المحافظة ستشمل في الأشهر القادمة، وسينقل الملف الأمني لها وتنهي عسكرة المدن في الأنبار. من الأنبار مصطفى مهند، وان نيوز.